يمكن كرة القدم بتبقى غالبا أكبر عدو لأي بطل رياضي في ألعاب تانية، بس على العكس بقى أنتي من مشجعيها، فإيه سر ارتباطك بيه؟ يعني في الاخر هي كوره لعبه الشعب كله، الناس كلها بتحبها وبتتفرج عليها. ف اي ماتشات مصر يعني بيحبوا كوره وما بيحبش كوره بيتفرج على الماتشات. فاني انا ما اعرفش، بس بتفرج على الكوره من وانا صغيره قوي، واللعب اللي انا بحب اتابعها يعني. معروف انك بتشجعي الاهلي، ويمكن اتكرمتي قبل كده في النادي. في ناس ما بتحبش تقول انتمائها ايه عشان ما يأثرش على شعبيتها، هل فكرتي في ده قبل كده ولا؟ لا عادي، بحس انه عادي يعني، مفيش ناس متعصبين شوية يمين وشمال، بس الموضوع اسهل من كده يعني. عادي كل واحد يشجع الفريق اللي هو بيحبه يعني. كنت بحضر ماتشات كتير قوي اللي في برج العرب عشان جنب البيت في اسكندرية، فدي كانت اكتر الماتشات اللي بحضرها يعني. بمناسبة كرة القدم، فطبعا أشهر لاعب في تاريخ الكرة المصرية كان محمد صلاح. هو جه دعمكم في بطولة العالم في مانشستر، حضر ماتشات ليكم في بطولة العالم ولا هو زاركم بس؟ لا ما جاش ماتشات، جينا في البلد اللي كنا فيها وقعدنا مع بعض شوية كتير، وشوية راحوا اتفرجوا. كانوا عنده ماتش كان بعديها بيومين فراحوا، بس انا كان عندي ماتشات ما عرفتش اروح. بس اكيد جا ودعمنا، وكانت حاجة حلوة يعني ان احنا نشوفه ونقعد معاه. هل التواصل بينكم مستمر بعد إنجازات أو بطولات، سواء هو بيحققها وأنتي بتحققيها ولا هو ساعات كان في عدى اوقات بطولة؟ قليله، ساعات يعني ممكن نتواصل بعد بطولات يعني. حياة لاعب السكواش بتبقى مليانة سفر كتير تقريبا طول السيزون، حياتك بره السكواش بقى إزاي بتفصليها عن الضغط بتاع الموسم ده كله؟ يعني انا بحاول ان انا اول ما بخلص اي بطوله او اول ما اخلص اي سيزون او اي حاجه بفصل تماما عن سكواش، ما بليش اي علاقه بيه، ما بروحش اي مكان لي اي علاقه بالسكواش خالص. لفترة كده معينة لازم اخد بريك، وبعد كده عشان اعرف ارجع تاني اتمرن وارجع لحياتي الطبيعية يعني. أكتر الحاجات اللي بيشتكي منها أي رياضي في سن صغير هو التوفيق بين الدراسة واللعب. دلوقتي إنك اتخرجتي بقى، إيه نصيحتك في الموضوع ده؟ هو موضوع صعب بصراحة وبيحتاج وقت ومجهود كبير جدا وبيبقى متعب يعني، بس في الاخر لو ما بتعرف تظبط الوقت وتنظمه بتمشي يعني، بس هو بيبقى محتاج وقت ومجهود كبير يعني. انتي متخرجة من اعلام، هل فكرتي ان بعد ما هخلص سكواش خالص هشتغل كده ولا في السكواش برضه؟ يعني ممكن، بس يعني لما اخلص بقى مش عارفة ايه بالظبط، بس ممكن لما اخلص افكر في حاجة زي كده. ممكن من هواياتك تربية الحيوانات او الطيور بقى، ممكن تقولي لنا ايه قصصك مع الحيوانات بقى لان هم معاكي في البيت؟ قصص كتيرة جدا طبعا، عندنا برضه حيوانات مختلفة شوية في البيت فعايشين معاهم على طول. كلاب يعني حاجات أساسية أكيد، عندنا 3 كلاب وعندنا بغبغان غريب شوية، مش أي ناس مش كتيرة بتربيه، بس هو من أكتر الحاجات الحلوة عندنا في البيت ومختلفة وأهم حاجة عندنا في اليوم يعني. كلاب لزاز والله، هما بس الناس بتتخلع منهم بس هما حلوين يعني، طول ما هما مع صاحبهم مفيش حاجة هتحصل. كان عارفين انك شخص محب للفن ومسلسلات، خصوصا مسلسلات رمضان، هل فعلا اتعرض عليكي قبل كده التمثيل و لا لا خالص، عمري ما اتعرضت عليا اني امثل حاجة. ما فكرتيش في الموضوع ده؟ لا ما افتكرش خالص بصراحة، مش عارف. ممكن ساعتها ابقى افكر في الموضوع بطريقة مختلفة، بس قولي لا. ماشي عشان رمضان جاي نشوف. رمضان استنوني رمضان الجاي. تم تكريمك بوسام الجمهورية أكتر من مرة، الجمهورية خصص تهنئة ليكي في أحد المؤتمرات قبل كده بعد فوز ببطولة العالم. شايفة الدعم ده بيساعدكوا إزاي، وشايفة إن ده إزاي بيفرق معاكوا كلعيبة إن فيه اهتمام من أكبر حد في الدوري؟ بالظبط، مفيش تكريم اكبر من الرئيس يعني، اي حد ممكن ياخده او يشوفه اكيد تقدير بالنسبه لنا كبير وتقدير مهم. ده اكيد بيحسسك قد ايه اللي انت بتعمله ده حاجه كبيره وحاجه مهمه، وقد ايه الناس شايفاها حاجه كويسه يعني.